صامت صامت يا أستاذ لو دمي ساد وفي التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد جهة مراكش آسفي لن نتخلى عن أي أستاذ منا. نحن جسد واحد لن نتخلى عن أي أستاذ منا. البارح تصاب هذاك الأستاذ، غدا نقدر نتصاب أنا، بعد غدا تقدر تصاب أنت. لذلك البارح كنا جمعنا مساهمات، وديك المساهمات لم تكن كافية لأنه تصابوا عندنا جوج أساتذة، أستاذ وأستاذ، وبجوجهم كانت الإصابات ديالهم خطيرة. لذلك رجاء الأساتذة الآن غادي التنسيقية غادي تكون لجنة، غتكون لجنة اللي غادي تجمع التبرعات. التبرعات هي واجب على كل أستاذ، ماشي اختيار ولكن فرض علينا. علاش؟ لانه غادي تبقى عيب وعار علينا الى تصاب منا استاذ وما قدرناش نداويو. غتكون عيب وعار الى خلينا استاذ كيصارع الموت وهو حتى كيدافع على القضيه ديالنا. غتكون عيب وعار في تاريخ التنسيقيه، وغادي يكون عار على جبيننا انه استاذ خرج باش يدافع على حقه وعلى حقنا وتصاب في الطريق ديالنا، واننا غادي نخلوه يصارع ما بين الحياه والموت. جميع الاساتذه ولاد الناس وكاع الاساتذه عندهم ضمائر حيه، لذلك ما غاديش نفرطوا في اي استاذ من التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين وبالوحده والتضامن وبالوحده. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.